هاي دلال. اهلا وسهلا. بارك عليك الشهر. علينا وعليكم يتبارك. حياكم الله بوتيكات. الله يحييك. باريس ولا لندن؟ باريس. منو اكثر وحده تاذيك لما تمكيجينها؟ بوكاهانتس. عندك الجرأة تطلعين بدون مكياج؟ طبعا وكل يوم. شنو العطر اللي يمثل شخصيتك؟ عطر لابيل الفرنسي. كم مرة بالسنة تروحين النادي؟ مرة واحدة بالسنة. تحبين الأكل السبايسي ولا العادي؟ لا، أحب الأكل العادي. فطور ولا سحور؟ سحور. حسين ولا خليل؟ الاثنين ما أقدر. فضل شاكر ولا إليسا؟ طبعا إليسا الحب. فلتر ولا بدون فلتر؟ عادي الاثنين. أول شيء رمضان معناته يمعات، غبقات، زوارات، أهل. أحب رمضان أكثر شيء، يعني أحب أقضيه مع أهلي، مع صديقاتي. أحب اليمعة وايد برمضان. شوفي برمضان بما أنه يعني يبلش شوي اليوم عندي متأخر. ليش؟ لأن النام الفير، تعرفين بالليل يكون يمعات وغبقات وكذي، فرد متأخر. أشوف مسلسلات، مو كل المسلسلات، يعني أشوف كم مسلسل وبعدين أنام. الصبح ما أقوم الظهر. أوكي، أشرف أنا على الأطباق اللي راح نسويها، يا يكون يعني يا عندي بالبيت أو مثلا في بيت أهلي. أوكي، من بعد الفطور أكثر شيء أحب أروح الصالون. مرات يكون عندي حجوزات مكياج، مرات يكون عندي دورة فردية، أو مرات أنا بسوي شعري كذي. يعني هذه أكثر الأشياء اللي أحب أسويها أنا برمضان. بما أن أنا مدمنة عطور ووايد أحب العطور، عندي عطر لازم كل يوم أستخدمه، اللي هو عطر لابيل، موجود عندي حصري بالبوتيك. هذا العطر يعتبر ذوق أغلب البنات. ليش؟ لأنه عطر بارد هادي وانثوي فرموني، وايد حلو العطر. صبح ليل مناسبات غبقات، حق كل وقت ينن وايد أحب رشة. أصلا ما تحطينه ما يحتاج تحطين معه ولا شيء، العطر مميز وفارض نفسه. بما أن بوتيكات مقدمي لكم جوائز بمناسبة حلول شهر رمضان، راح أسألكم السؤال، شنو هو العطر اللي أنا دايما أرشه واللي دايما أصوره لكم؟ مبارك عليكم الشهر، وكل عام وانتم بخير، وعساكم من عواده.